لقب بالغضنفر لطوله الفارع وشراسته داخل منطقة جزاء المنافسين وجلد حراس الخصوم وغزو شباكهم وإمطارهم بالأهداف، خاصة من الكرات الرأسية والألعاب الهوائية التي تميز بها خلال رحلته بالملاعب. هو نجم خط هجوم الزمالك السابق أحمد جعفر. جعفر من مواليد 21 من ديسمبر من عام 1985 بالباجور بمحافظة المنوفية، وبدأ رحلته مع التألق داخل المستطيل الأخضر مع فريق المصرية للاتصالات في موسم 2008-2009، لينضم بعدها على الفور لصفوف الزمالك ويبدأ ملحمة تهديفية بالقميص الأبيض. وساهم جعفر على مدار عدة مواسم بقميص الزمالك في 60 هدفاً بواقع تسجيل 42 وصناعة 18 لزملائه، كما دون جعفر اسمه في سجل هدافي مباريات القمة أمام الأهلي بهز الشباك الحمراء في أكثر من مناسبة، سواء على مستوى المواجهات المحلية والإفريقية. وتواصلت ماكينة أهداف الغضنفر خلال جميع أندية الدوري الممتاز التي لعب بقميصها عقب الرحيل عن صفوف الزمالك، وذلك مع كل من بتروجيت وإمبي وطلاع الجيش والترسانة، ليبقى أحمد جعفر أحد المهاجمين الذين تركوا بصمة واضحة خلال رحلته مع الزمالك، ويستمر عشق جماهير وأنصار القلعة البيضاء للغضنفر.